أرسلتك بقوتي، مسحتك بخدمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي، نصرتك بقدرتي، غمرتك بنعمتي. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك. لا تخش في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك، فها أنا معك. يا يرميا الذهب يا بني، أعمل به أرسلني يا رب لنا، قل ها أنا يا سيدي، أرسلني يا رب لنا. هيا ابذر البذار بعزم واقتدار كي تجني الثمار، فها أنا معك. لا تخش في الصعاب، أبدد الضباب وأفتح الأبواب، فها أنا معك، فها أنا معك. بسم الله والابن والروح القدس، الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة، لنذكر خطايانا ونندم عليها فنكون أهلا لإقامة الأسرار المقدسة. يشاركنا في هذا القداس الاحتفالي الأبوان عدنان بدر وبهاء استفان من كهنة كنيسة يسوع الملك المصدار. نحتفل هذه الليلة في ذكرى المؤسس القديس دانيال كومبوني، مؤسس رهبانيات الكومبوني، والذي يصادف عيده في العاشر من تشرين الأول الحالي. كذلك نقدم ذبيحة القداس عن نية فارس القبر المقدس المرحوم ناصر قعوار أبو عوني، الذي عاش مع المسيح والعذراء في هذه الكنيسة بالذات، والتي أولاها محبته واهتمامه الخاص، وكان مواظباً على الصلاة منذ نشأة هذه الكنيسة وحتى آخر أيام حياته. أنا أعترف لله القادر على كل شيء وعليكم أيها الإخوة، لأني خفيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإيمان. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. ذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين، وعليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. Yeah.
سبحوا الرب العليم. هللويا هللويا. باركوا الملك السماوي. هللويا هللويا. المجد لله في العالي و صلي. أيها الإله السميع المجيب، نسألك أن تبادرنا وتصحبنا بنعمتك دائما، وأن تنبهنا إلى صنع ما هو صالح، وتساعدنا على متابعته. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر الملوك الرابع. في تلك الأيام نزل نعمان السوري وانغمس في الأردن 7 مرات، كما قال إليشاع رجل الله، فعاد لحمه كلحم صبي صغير وطهر من برصه، فرجع إلى رجل الله هو وجميع موكبه، وأتى ووقف بين يديه وقال: هأنذا قد علمت أن ليس في الأرض كلها إله إلا في إسرائيل، والآن فاقبل بركة من عبدك. فقال: حي الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا أقبل شيئا. فألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أحسن، إنما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب، فإنه لا يصنع عبدك محرقة ولا ذبيحة بعد لآلهة أخرى بل للرب. كلام الرب. أنشدوا للرب نشيداً جديداً، لأنه صنع عجيباً فريداً، أتت بالخلاص يمينه وساعده القدوس. رنموا للرب ترنيماً جديداً، رنموا
خلاصه، كشف لأبصار الأمم بره، تذكر إخلاصه الود ووفاءه لبيت إسرائيل بالعهد. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. وإن أقاصي الأرض جميعها شهدت خلاص إلهنا. اهتفي بالرب أيتها الأرض جميعا، اندفعي بالأهازيج وأنشدي وأشيدي. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى طيموثاوس. أيها الحبيب، أذكر يسوع المسيح الذي أقيم من بين الأموات وكان من ذرية داود، كما جاء في بشارتي وفي سبيلها أعاني الآلام حتى أنني أحمل القيود كالمجرم، ولكن كلام الله ليس مقيداً، ولذلك أصبر على كل شيء من أجل المختارين ليحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذي في المسيح يسوع وما إليه من المجد الأبدي. إنه لقول صدق أننا إذا متنا معه حيينا معه، وإذا صبرنا ملكنا معه، وإذا أنكرناه أنكرنا هو أيضاً، وإذا كنا خائنين ظل هو وفياً، لأنه لا يمكن أن ينكر نفسه. كلام الرب. فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. هللويا 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 هللويا. من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجدول لك يا رب المجدول. في ذلك الزمان بينما يسوع سائر إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله بعض القرى لقيه عشرة من البرص، فوقفوا عن بعد منه ورفعوا أصواتهم قالوا: رحماك يا يسوع أيها المعلم. فلما رآهم قال لهم: امضوا إلى الكهنة فأروهم أنفسكم. وبينما هم ذاهبون برئوا. فلما رأى واحد منهم أنه قد برئ، رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته، وسقط على وجهه عند قدمي يسوع يشكره
وكان سامريا. فقال يسوع: أليس العشرة قد برئوا؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ويمجد الله سوى هذا الغريب؟ ثم قال له: قم فامضي، إيمانك خلصك. كلام الرب. والتسبيح لك أيها المسيح. في الخامس من تشرين الأول عام 2003 أعلن القديس البابا يوحنا بولس الثاني أعلن قداسة الأب دانيال كومبوني الذي اشتهر بتضامنه مع فقراء أفريقيا مدة 50 عاماً في ظروف قاسية من مرض وجوع وحرمان، باذلاً نفسه من أجل الآخرين. ونحن في سنة الرحمة التي أعلنها البابا فرانسيس، يعلمنا هذا القديس أن نعمل بتضامن مع فقراء العالم من أجل المشاركة والمحبة والمساعدة والسخاء في أعمال الرحمة والخير. هذا الالتزام المسيحي بالمسؤولية واجب على الجميع في حمل رسالة الإنجيل المحبة. وعلى مثال القديس دانيال كومبوني، المطلوب منا غيرة، عزيمة، عطاء للآخرين وتطبيق أعمال الرحمة في سنة الرحمة هذه. وفي هذا المساء وبهذه المناسبة نهنئ رهبات الكومبوني في رعايتنا لحمل رسالة هذا المؤسس القديس في العمل الرسولي، متمنين لهن كل نجاح في حياتهن المكرسة للسير في درب المحبة وأعمال الرحمة التي سار عليها المؤسس دانيال كومبوني. ومبروك لراهباتنا، وكل عام وأنتن بخير. اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. إخوتي الأحباء، لدى قراءتنا لإنجيل هذا المساء هناك مقارنة بين العهدين القديم والجديد. في العهد القديم نعمان السوري وهو غريب يرجع ويشكر الله على الشفاء من برصه، وفي العهد الجديد السامري وهو غريب أيضا يرجع وحده من دون العشر الباقين ليشكر يسوع على الشفاء من برصه. تقال له يسوع: قم فامضي، إيمانك خلصك. من هنا نستنتج أن الخلاص هو للجميع، للسامري، للسوري، للوثني، لكل العالم، وهو ثمرة الإيمان بالسيد المسيح. في الزمن القديم الأبرص كان منبوذاً من المجتمع الذي كان يعتبره أيضاً دنساً مغضوباً عليه من الله، لهذا كان يعيش في البراري محروماً من كل حياة دينية اجتماعية. وهذا الأبرز جاء إلى المسيح يتوسل الشفاء. نحن أيضاً أحياناً في عذاباتنا الجسدية نلجأ إلى الأطباء، وعندما يفشل الطب يبقى لنا سيد المسيح. إن لم يشفنا من المرض فإنه يشفينا من اليأس والتذمر. وفي عذاب القلب نلجأ إلى الأصدقاء، وعندما يفشل الأصدقاء معنا يبقى لنا السيد المسيح. في عذاب الخطيئة يمنحنا يسوع الشفاء بشرط أن نلتمسه منه بالاعتراف، وثم نعبر عن ندامتنا بالابتعاد عن أسباب الخطيئة وبحفظ وصايا الله. ولنرجع للأبرص الذي قال: رحماك يا يسوع يا معلم، وتحصل المعجزة ويبرأ العشرة البرص. هذه العلامة هي علامة قدرة من السيد المسيح،
ولكنها أيضا علامة حضور فعال يسوع بيننا لكي يحررنا من جذور الشر الداخلية فينا. يكفي أن نثق به لكي يشفينا ويعيدنا إلى ذاتنا ويشدد عزيمتنا. واحد فقط رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته، وسقط على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. ونحن كم من مرة شفانا يسوع من البرص الروحي، أعني الخطيئة. كم علينا أن نشهد له بأفعالنا أمام العالم، بإيماننا، بمحبتنا. هذه هي الشهادة للمسيح أمام العالم، بأن نكون نور العالم وملح الأرض في جميع ميادين حياتنا اليومية والعملية، أن نعترف به أمام الناس مثل ما اعترف له الأبرص السامري. وفي شفاء البرص العشرة هناك نقطتان هامتان. أولاً، كان الاعتقاد السائد أن البرص هو لعنة من الله، هو قصاص لبعض الخطايا. طبعاً هذا الاعتقاد باطل، طالما أن سيد المسيح أظهر رأفة ورحمة ومحبة، أظهرها لهؤلاء البرص وشفاهم. هكذا الأمراض والكوارث والمصائب التي نتعرض لها في حياتنا لا نستطيع أن نقول أنها من الله حتماً، إنها أحياناً من العوامل الطبيعية التي لم نستطع أن نسيطر عليها أحياناً، إنها أحياناً من الشر الموجود فينا في قلبنا، إنها أحياناً من عدم التنبه والفطنة والحكمة عند الإنسان. ثانياً، أن البرص لا دواء له إلا الموت المحتم. كما أن البرص يتآكل الجسم، كذلك البرص الروحي، أعني الخطيئة، تتآكل الروح فينا. إذن الله وحده قادر على أن يشفي من الخطيئة، والخلاص جاءنا من السيد المسيح، ولكن على شرط أن نندم، أن نقاوم ما استطعنا. سر التوبة والمصالحة يعيد إلينا القوة الروحية، إنها رحمة الله للإنسان، وتذكرنا سنة الرحمة بالمغفرة من جانب الله للإنسان، وبالمغفرة والمسامحة والمحبة من جانب الإنسان لأخيه الإنسان. أيها الإخوة، إذا كان الأبرص عاد إلى المسيح ليشكره، أي أنه عاد إلى الله معترفاً بخطاياه ومعترفاً بأن يسوع هو المسيح، نحن أيضاً علينا أن نذهب بإيماننا حتى المنتهى، فنتبع المسيح ونؤمن به ونمشي وراءه على درب الواجب، درب الصليب، لكي ننعم مثله بمجد القيامة إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بلاطس الموتي، تألم ومات وقبل، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويبشر الناطق للأنبياء والكنيسة
معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة. أيها الإخوة الأحباء، الخطيئة فينا برص روحي قاتل، ولا يجدي في برصنا الروحي القاتل إلا سلطان المسيح. فلنطلب إلى المسيح أن يزيل عنا أبراصنا وأمراضنا، وأن يرد إلينا العافية. من أجل قداسة البابا فرانسيس وجميع رعاة الكنيسة، لكي يقودوا شعب الله في طرق القداسة إلى الرب نطلب. استجب. من أجل الأسرة الكمبونية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا وأسيا، لكي تقتدي بالقديس دانيال كومبوني فتحمل بشرى الإنجيل وتشهد بحياة أبنائها وبناتها الصامتة لنور الحقيقة وسخاء المحبة، إلى الرب نطلب. استجب. من أجل الجماعات البشرية المهملة والأكثر فقراء، ومن أجل ضحايا العنف والظلم، لكي يجدوا رجاء الحياة في يسوع الراعي الصالح والدعم في تضامن الإخوة معهم، إلى الرب نطلب. استجب. من أجل أن يقتدي الناس بالقديس دانيال كومبوني فيعملوا من أجل الاعتراف بكامل حقوق المرأة، كي تتمتع المرأة بمكانتها التي تحق لها، وتقوم بدورها في بناء الأسرة وفي نمو الكنيسة والمجتمع، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يختار الرب من كل القارات رجالاً ونساءً لكي يكرسوا حياتهم للمسيح يسوع بسخاء، فيحملوا الرسالة إلى كل الشعوب على غرار الرسل الذين اختارهم المسيح ليسحبوه وأرسلهم ليبشروا بكلمته، إلى الرب نطلب. استجب. من أجل جميع الذين يحملون رسالة الكومبوني، من أجل الأصدقاء والمتطوعين والمحسنين، لكي يزدادوا التزاماً بمسؤوليتهم وسخاء في حمل رسالة الكنيسة الإنجيلية، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها رب يسوع المسيح، يا من سرك من السامر الغريب أن يعود إليك شاكراً لك فضلك عليه، ناطقاً بالثناء عليك، نشكرك من أجل كل ما أنعمت به علينا صفحاً وصحةً وغفراناً. فاقبل شكرنا واقبل ثناءنا وبارك أيامنا. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. جلوس. اقبل تقدمتنا صفحة 230. صفحة 230. اقبل تقديمتنا، بارك جمعنا، نطلب رضاك من أعظم الخلق. هذا القربان زرع أيدينا، فاجعله زادا.
صلوا أيها الإخوة لله لا بالقدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل لكم الذبيحة من يديه بمجد اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بإسمه. تقبل اللهم دعاء المؤمنين وقرابينهم، وبحق شعائر عبادتنا وتقوانا هذه امنحنا أن نصير يوما إلى المجد السماوي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعد واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير لازل بالمسيح ربنا. إنه بولادته جدد البشرية، وبآلامه كفر عنا خطايانا، وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الآب فتح لنا أبواب السماوات. لذلك إننا مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشيد المجد قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلنا أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، ليجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها وبلغها كمال المحبة، مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس
وأسقفنا بيير باتيستا وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس. أذكر عبدك ناصر قعوار أبو عوني بمناسبة مرور سنة على وفاته، والذي دعوته من هذا العالم إليك. هب لمن كان شبيها بابنك في موته أن يكون به شبيها في قيامته أيضا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيبها العفيف، ومع القديس دانيال، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نشسر فنقول: نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، وضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام استودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. آمين. تبادلوا سلام المسيح. Now
ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن بكلمة واحدة تبرأ نفسي. المسيح يحفظ نفسي للحياة الأبدية. آمين. Yeah.
أسعد يوماً في حياتي سيكون اليوم الذي أبذل نفسي من أجلكم، من أقوال القديس دانيال كومبوني. لابد من كلمة شكر بسيطة للذين ساهموا في إنجاح هذا القداس والذين لبوا الدعوة بحضورهم ومشاركتهم، ولكن أود أن أوجه شكر خاص مليء بالمحبة والإحترام والتقدير إلى كاهن الرعية الأب عصام الزعمر الذي أبدى اهتمام كبير بتبني القداس الاحتفالي الخاص بعيد القديس دانيال كومبوني، وشكر خاص لعائلتي الثانية شبيبة يوحنا دولاسال الفرير وبالأخص فرير البير. وأود أن أشكر أيضا شكر خاص للأب الدكتور عدنان بدر مدير مدرسة البطريركية اللاتينية بمصدار والمساعد الأب بهاء استيفان، وكمان بشكر شكر خاص للأب الدكتور بسام شحاتيت والأخوات الرهبات. أتمنى لكم طبعاً وأصدقائي وحبائي، وكمان أشكر أبناء الرعية والحضور الكرام. أتمنى لكم من أعماق قلبي باسمي وباسم الرهبات الكومبونيات أن يمنحكم الله حياة مليئة بالخدمة والعطاء والرحمة بشفاعة القديس دانيال كومبوني، وسلام المسيح معكم ويرافقكم دائماً وإلى الأبد، آمين. لنصلي. نبتهل إليك متضرعين يا رب الجلال كي تنظر إلى من تغذيهم بالجسد والدم الكريمين وتجعلهم شركاء في الطبيعة الإلهية بالمسيح ربنا. آمين. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. يا رب استمع صلاتي. الرب معكم. لنصلي. أيها الرب يسوع المسيح خبز الملائكة والخبز الحي للحياة الأبدية، تنازل وبارك هذا الخبز كما باركت الأرغفة الخمسة في البرية، حتى أن كل من أكل منه باستحقاق ينال الصحة النفس والجسد المرجوة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. أيها الرب القدوس القادر على كل شيء الإله الأزلي، تنازل وبارك هذا الخبز ببركتك الروحية المقدسة، ليكون لكل من يتناوله صحة للنفس والجسد ودواء لكل الأمراض ووقاية من جميع حيل الأعداء. بربنا يسوع المسيح الخبز الحي الذي نزل من السماء وأعطى الحياة والسلام للعالم، والذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس إلها إلى دهر الداهرين. آمين. أذكر يا رب عبدك ناصر قعوار الذي دعوته للحياة الأبدية، وانصت إلى دعاء عبيدك الذين يطلبون له الرحمة والغفران، واسبغ عليه مراحمك واعطه الراحة الأبدية والسعادة الخالدة بالمسيح ربنا.
الرب معكم. يبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.